أكيد عم بقوله جملة واحدة. شو سر هالجمال؟ أنت حلوة قوي ولياقتك. أنت اللي حلوة قوي وشياكتك. حبيبتي ميرسي لك. شو سر جمالك؟ فعلا عن جد ما بتكبري. روحي الروح لما بتبقي أنت من جوه متصالحة مع نفسك قوي وروحك حلوة، بيطلع على كل حاجة فيكي، على وشك، على شكلك، على حب الناس ليكي، على طريقة كلامك مع الناس، على طريقة أسلوبك مع الناس. فالإنسان دايماً اللي جواه بيطلع على وشه، على وشه على طول بيطلع، فبيبان عليه. دي حاجة. أنا متصالحة مع نفسي جداً، فده سر من أسباب. والتاني حاجة الإيمان. إيه، أما بتبقي قوي مؤمنة بتبقى عندك روحانياتك عالية قوي، بتبقي يكون عندك سلام داخلي. سلام داخلي. الحاجة الأهم بقى إنك حب الناس. حب الناس ده شيء جميل جدا، بتحسي الناس بتحبك. دي بتديك طاقة إيجابية خطيرة طبعا. فدي حاجات كتير قوي. وبعدين بقى لما بتحافظي على نفسك، تستهلكيش نفسك، بتلعبي سبور، بتنامي بدري، بتاكلي أكل معين، كل دي حاجات مكملة لبعض. انت السبور عندك يعني حاجة أساس. طبعا طبعا أساس أساس، وكل الناس لازم تبقى حاجة أساس في حياتها. خبرينا عن الستات يلي عم بشوفوك بالجيم ببيروت عم تتمرني. لزاز جدا جدا. شو كنتي عم تخبريني؟ قلتيلي بنزل على الجيم وبيشوفوني عم بتمرن، فبيتفاجئوا قد ايه بحمل وزن. لا، وبيقعدوا بقى يعني بيبقى النوع من الاول بيفاجئوا بيا، وبعدين بقى يبتدوا بقى ايه، نبقى اصحاب بقى ونتصاحب مع بعض ونلعب مع بعض ونشجع بعض. انا في نادي الجزيره في مصر كده ليا صداقات كتير جدا. الستات يستنوني يقولوا لي الحصه اللي انت بتيجي، الكلاس اللي انت بتيجي فيه يعني بنستمتع، ولما بتغيبي عننا بنبقى زعلانين جدا. انت بتعملي روح في الكلاس، بخش بقى اشجعهم، وبيقولوا انت بتبقي بالنسبه لنا قدوه، فبنتشجع ان احنا نهتم بنفسنا ونلعب وبتاع. بديهم انا نوع من الحماس. زائد بقى ان انا بعمل روح من المرح جوه الكلاس، فبيقعدوا بقى يستنوني يقولوا لي لا، الكلاس اللي بتبقيش فيه بنبقى مش حقيقي، بنبقى زعلانين جدا.